السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، عدنا لكم من جديد. اليوم واحد الخبر زويون وزويون بزاف، ولكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع انت ديال هذا الخبر اللي غادي نقول لكم، هو غادي نهضر معاك انت اللي كتفرج فيا او انت اللي كتفرجي فيا اختي. تقدري تكوني خدامة بدارك بسكنتك بكل شيء، ولكن ما عندكش الإقامة، ما عندكش الوريقات، كتسيني سناتوري، كتسيني شي حاجه باش تصاوب بها الوراق. حتى انت شحال وانت كتفرج فيا وكل مره غادي تقول خاصني ندفع، لا بلاتي كندير شي حاجه، لا بلاتي غندفع اللجوء، غندفع سبيتشالي. يلاه كتبغي دير شي خطوات وانت كترجع للور، وغادي تبقى دائما بحال هكا، فهمتي؟ دائما غادي تبقى بحال هكا، عمرك ما غدير شي خطوه. الخطوه اللي غادي دير باش غادي تصاوب وريقاتك هي شويه ديال الفلوس وغامر او غادر، صافي. يا غادي تغامر وتمشي دير هادشي اللي غادي نقول لك، الناس راه جاو غير من موراك وغادي نسمعك، من موراك وغادي نسمعك. باقي عندهم الفيزا تبسمو تصنص بودنيك، تصنص بيرميسو دي سجورن سبيتشالي. كنت من اوائل اللي هضرت على بيرميسو دي سجورن سبيتشالي. انا كنت درت البحث في اكثر من 15 نوع ديال البيرميسو اللي درت فيه البحث ديالي، وجبت لكم هذا البيرميسو دي سوجورنو. كنت هضرت عليه اكثر من عام دابا، بيرميسو دي سوجورنو سبيتشالي، ودابا بزاف ديال الدراري شدوا الحمد لله. وهذا السيد هذا باقي عنده الفيزا ودفع البيرميسو دي سوجورنو سبيتشالي. تصنت. السلام عليكم خويا توفيق، كي داير؟ بخير، لاباس عليك؟ هاني الله يحفظك خويا. تبعت هذا الكلام اللي قلتي لي، اللي تقول كلشي في القناه ديالك على حساب البيرميسو سبيتشالي. خويا درت في كلامك وخديت اخويا ترونسبور ومشيت للنواحي ديال روما، واحد الباص يقول لها كويله. مشيت لتما خويا، مشيت عند واحد المحامي تما، شديتو اخويا هضرت معاه قلت له بان راه باقا عندي الفيزا، واش يمكن لي ندفع لهاد بروتيكسيون سبيشالي؟ قال لي ما كاين حتى مشكل. صافي عطيتو، قال لي خاصك تجيب لي اوسبيتاليتا ديال هاد البلاصه، هاد البلاصه ديال اللي كاين فيها حنايا هنا في لاكويله، وفوت كوبي الباسبور كامل وتمبر ديال 16 اورو وشنو اخر، صافي، وديال 80 اورو فاصله شي حاجه كتخلصها في البوسطه. صافي دفع لي الحمد لله، دفع لي خويا جاب الله التيسير. صافي خويا خديت بصمت اليوم وخديت الريجي فولتا، وملي خديت الريجي فولتا عطاني باش نمشي نخلص الكودي فيشكالي. مشيت اخويا خلصتو حتى هو، خديته من بعد واحد 10 ايام ولا 15 يوم غادي يصيفطوه ليا. ايوا هادشي اللي كاين اخويا توفيق. المهم خاصك شي معلومه اخرى، انا راه الاشاره مرحبا الف مرحبا، وكنشكرك مره ثانيه وكنقول لك الله يخلي لك وليداتك وفضل الله وفضل ديالك انت، وباش وصلنا لهادشي الله يجازيك بخير خويا توفيق، تبارك الله عليك. الحمد لله الاخوان، الحمد لله الاخوان، راه اقسم بالله العلي العظيم ما كنكذب عليكم، هاد الخطوات دارهم هاد السيد، دارهم هاد السيد هذا. كان مضيوم، يعني جاب فيزا سياحه، جاء عند عائلته، ولكن المدينه اللي جا لها هي نواحي ديال طورتونا اليساندريا بحال هكاك، ما جباتوش، بقى كيوزو، ما لقاش اللي يدفعو اللي جرو. مره كيتصل بيا خويا توفيق، خويا توفيق، خويا توفيق. واحد السيد حتى هو كان متبعني، هو في المغرب جا وبقى 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 حتى دفع سبيتشالي، دفع سبيتشالي. عطيتو النمره ديال هذا، قلت ليه راه غيتصل بك واحد السيد، شرح ليه شنو درتي والخطوات والله يسهل عليه. تلاقى هو وياه، جلس هو وياه في قهوة، عاد تنفس، لأن لقى الإنسان، لقى داكشي اللي كان باغي، ديك الدفعة اللي كانت خاصه لقاها. جلس مع السيد، شرح ليه شنو دار، وراه الخطوات شنو دار، كذا وكذا، تبع معاه من الأول حتى الآخر. الحمد لله ها هو دافع، مبصم، من غدا غيدخل يقرا، من غدا غيمشي يصاوب الكوريكولوم ويدفع، يمشي يخدم على راسو،
ولو بريتي فوتا ديال السبيتشالي ممكن تخدم الحمد لله، لان المحامي فاش غيدفع لك من بعد تيقول لك مي ريكوماندو، حاول تجيب ليا كونطرا ديال الخدمه وحاول تجيب ليا بانك تتقرا باش يقاد لك الدوسي. اخوان بزاف ديال الناس دابا حاليا شاد ديال تيلي كوموند ديال لي كوت وكيتفرج فيا. انا ما بغيتكش تخرج بوالو من هذا الفيديو، هذا ما بغيتكش تخرج من والو الا ما كانش عندك الوراق نقي سي بوليتو، ما عندكش نسخ، ما عندكش بريزيدنتي بينالي ولا بريزيدنتي نورمالي ولا شي حاجه بحال هكا، ما عندك والو من هذا الشيء، دير هذه الخطوات هذه. هذا المحامي هذا غادي نتصل به وغادي نستشر معاه واش نقدر نكون ديفيدي للرقم ديالو، وغندير فيديو واحد اخر وغنحط الرقم ديالو. والاخوان بزاف ديال الناس باغي الرقم ديالي، الرقم ديالي راه خديته الحمد لله، خديت رقم غادي نخليه لهاد الخدمه هادي وغنخليه للديور واللاستات. اللي بغى هاد الرقم هذا خاصو يتابونا، فين غادي تلقى هذاك ابوناتي بالزرق، ادخل تما غادي تابونا، انا غادي نحط فيديو تما في هذاك ابوني غيشوفوه الناس اللي ابوناتي. حاليا كاينين جوج ديال الناس اللي ابوناتي، هاد الفيديو هذا غيشوفوه غير الناس اللي ابوناتي. تما فين غنحط الرقم ديالي، وغادي نحط حتى الرقم ديال هاد المحامي هذا ان شاء الله، فقط نستشر منه. وتحياتي الاخوان، حاولوا تبارطاجيو لان الفيديو جد 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 مهم، خصوصا انت اللي كتصنت ليه ولا انت اللي غادي تصيفطو لهداك اللي ما عندوش الوراق. ممكن تصاوب الوراق اليوم في الطاليان، ممكن تصاوب الوراق ولو تكون في اسبانيا، تكون في بلجيكا، تكون ها جي، ما يكونش عندك بريشيدينتي في حتى بلاصه في اوروبا، دخل الطاليان غتخسر واحد شويه، راه ماشي بزاف، اوسبيتاليتا وفلوس المحامي، المحامي كتعطيه غير النص. نخليو هادشي من بعد وغادي نقول لكم الاثمنه ديال المحامي وكلشي حتى نستشر معاه. تحياتي اخوان، حاولوا تبارطاجيو كي تعمل الفائده. كنت اول مره غتشوف القناه ديالي، شارك في القناه لان مره وفعل الجرس، مره كندير مباشر، السؤال ديالك غادي تحطو على المباشر وغادي نجاوبك. تحياتي الاخوان، ومره اخرى غادي نقول لكم غامر او غادر، اللي بغى الرقم ديالي غيت ابونا في لابارتي بلو، لابارتي الزرقاء فين مكتوبه ابوناتي، تما غادي تلقى الرقم ديالي. لان من بعد هذا الفيديو هذا غادي نقطع وغندير فيديو واحد اخر وغنحطوه فقط في هذيك ابوناتي، وها الرقم ها هو في يدي، غادي نحطو لكم ان شاء الله. تحياتي كيف العاده، وبزاف ديال الناس الى شفتوا الفيديو اللي قبل هذا، الفيديو اللي قبل هذا اللي هضرت على الدراري اللي ما عندهمش الوراق يحداو ريوسهم، بزاف ديال الناس في التعاريق قالوا لي عندك الصحه خويا توفيق، عندك الصحه خويا توفيق، عندك الصحه خويا توفيق، راه كاين الكونترول بزاف. ولا قريتوا شي بعض ديال التعاريق، شي اخوان قال لك يلاه رسلوا واحد الصديق ديالي شدوه ما عندوش الوراق. قراو التعاريق الاخوان واستافدوا من هذوك التعاريق، لان الا ما كانش عندك الوراق راك في الحافه، يعني في واحد لافينه، في اي لحظه يقدروا يكمشوا عليك، في اي لحظه غادي يتبصم، غادي يهزوك ديو كويستوره، يومين ثلاث ايام بريباري الطياره ويقول لك غراتسي ريفيديرتش، هذه هي الشمته الخايبه. تحياتي الاخوان، وعمرك ما غادي تندم الا درتي شي خطوه على ود وراقيك، على ود وراقيك عمرك ما غادي تندم. السلام عليكم ورحمه الله.